الدكتور الطاهر الفاطمي العلوي الغاضب لله ورسوله لأهل بيته، دكتور قاسم الذي دائما يتحفنا بما هو جديد وجميل ودائما ينصر الزهراء ويتبرى من أعدائها. أنال الله جل وعلا شفاعتها يوما لا شفاعة إلا شفاعة الزهراء عند المحشر وعند تطاير الكتب وعند المساءلة، هناك نجد الزهراء عليه السلام. سلام عليكم دكتورنا العزيز. السلام عليكم سيدنا المجاهد الجليل وحياك الله والحمد لله على السلامة. سلمكم الله ورعاكم. والله أنا بفضل الزهراء عليه السلام اليوم عدت، الدكتور قال لي أسبوعين أمتنع عن الكلام وعن الحركة وعن الجهد وعن سياقة السيارة وعن أي جهد. والنعم سيد، ومن هي ومن هي سلام الله عليه والله، لكن قلت الزهراء عليه السلام هي التي تعينني إن شاء الله لأن أكون خادما لها وأقدم شيئا لمقامها. هذا مجرب والله، حتى أنا يوم كان ليلة العاشر من محرم وكنت أروح المكان وحتى يعني الناس يحتاجون هناك، يعني استغفر الله مو يعني هذا الكلام، قلت له ربي بكم. يعني كنت تعبان بشكل يعني ما أقدر أرفع نفسي والله. الله الله. قلت له يا أبا عبد الله الحسين الأمر أمر الله وهو بدكم أنتم أمر الله يعني الله. وإذا أردت أن أذهب والله انتفضت وكأني ليس في شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. صادق يا مولانا والله جربنا الخيرات ببركاتها. لكم الحديث لكم خسر الحديث. من ناوأكم يا أهل بيت محمد والله سيدنا والله. الفاضل جزاك الله خير الجزاء عن سيدة النساء الطاهرة صلوات الله عليها وآل بيتها الطاهرين. خادمكم استغفر لو سمحت لي مولانا السيد. شرف لنا، الحديث لكم مولانا. سماحة السيد الفاضل، ما لنا يعني مثل ما تفضلت لا نستمر في هذه المحاضرات كما تفضلتم، والحديث لو يعلم الناس عن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها هو البداية وهو النهاية. الله. وما عرفنا عن فاطمة سيدنا، ما عرفنا عن فاطمة صلوات الله عليها حتى نتوقف عن الكلام مثلا يعني سنت نتوقف عن الكلام عنها. فوالله حتى الملائكة المقربين لو يعلمون ما هي حقيقة فاطمة ومعرفتها ولا يعلموه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يدركوه، لن تفيدوا الأبدية، لن يدركوه، لن يدركوه طبعا، لأنه رسول الله صلى الله عليه في حديثه قال يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت الله، وما عرفك إلا الله وأنا حسنت. وفاطمة هي فاطمة هي حسنت. محمد هي حسنت. علي نور واحد، كلنا نور واحد. أحسنت. إذن ومعرفتها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيرى الناس يوم القيامة يوم الجمع ما ومن هي هذه الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها وسلامه. سيدنا الفاضل لو سمحت لي، وهذا الاسم يعني الراضية المرضية، هذا الاسم بوجودي حقيقتها صلوات الله وسلامه الله عليها يدخل فيه عناوين صدق الوجود. ما هذه الأفكار، ما هذه الناس يعني سلام الله عليك يا مولاتي هكذا يقول الناس عنك والذين هم يسمون شيعتك وأبنائك، ولا الله حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، عناوين فتق الوجود في اسمها الراضية المرضية الله، وتلبسها به راضية عن الله مرضية بعملها الله. ولذلك ورد في تفسير هذا الاسم الكبير أنها كانت راضية بما قدر لها الله من مرارة الدنيا ومشاقاتها وعذاباتها ومصائبها ونوائبها، لكن الله مو هذا القصد البسيط السطح اللي ناس يتصوروه، ولكن فلسفة هذا الرضا هو قلبها، وإنما يظهر هذا الاسم الإلهي بظهورها صلوات الله عليها. الرضا من أين إلى أين؟ وليس المراد من الرضاها هنا رضا كما ذهب البعض بأنها كانت تتحمل مشاقات الحياة وكانت تطحن بالرحى حتى تتشقق يدها الشريفة صلوات الله عليها، أو تملأ القربة مثلا ماء حتى يعلم أثرها في كتفها، وإنما هذه مظاهر الرضا الأكبر. قول الرسول ولأمة سلام الله عليهم أجمعين الله. نحن مع نعم تفضل سيدنا. لا أحسنتم، أنا أستمتع بهذا الحديث وهذه المعاني والأخبار التي توردها علي، فأقول الله الله. أحسنتم. الله الله طبعا الله الله، وما لنا لا نقول الله الله والله. هذا ذرة من ذرات المعرفة، ذرة ما حتى أقل من الذرة الله. نحن معاشر الأنبياء، يقولون الأمة والرسول صلى الله عليه وآله، نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم، ولكننا في حقيقة الرضا لقلب سيدة النساء سلام الله وصلواته عليها شيء أعظم من ذلك. أول عنوان الرضا هي أن تهبط من قديم العز إلى دار أسفل السافلين. الله سبحان الله،
انتوا تتصورون فاطمة نزلت علما يا ناس يا عالم الله. نزلت لكم يا شيعة آل بيت محمد وما احترموها بل حقروها. نزلت لكم حتى تعينكم حتى تدخلكم الجنة الله. وإلا بحتاج لكم فاطمة تنزل على الأرض. إنا لله وإنا إليه. كانت تدعو ليلا نهارا وتحرم نفسها حتى أنه تجعل لهم الدنيا وتجعلهم في الآخرة ينعمون، ولكنهم ظلموها وهجروها وقاطعوها وقتلوها. وأي ظلم سيدنا والله، وأي ظلم أن تهبط من قديم العز إلى دار أسفل سافلين يحمل هذا الرضا. منبعه الشفيقة، الاسم الشفيقة والنظر في الضعفاء، فتتنزل إليهم لتمشي مشيتهم لتسير بحركتهم. فإن من يولد أو يولد ذلك لسيدة النساء تعبا ونصبا كيف هو كذلك، وإن من يدها عالم الكائنات والخيرات كيف تتعب، وهي من إيدها عالم الكائنات والخيرات والسماوات والأرض، كيف يمكن لنا أن نفقه أن عنوان التحمل هو عنوان تحمل الرحى أو تعبئة الماء أو غير ذلك، هو مصداق لهذه الحقيقة. إنما لبست سيدة النساء صلوات الله عليها لباس مسكنة المساكين حتى يقتدي بها أصغر ضعيف من هذا العالم ويتمثل في وجودها فيرتفع بحقيقتها. والله لو نزلت السيدة الطاهرة بالوجود الملكوتي لما تحمل العرش فضلا عن الأرض، لما تحملت السماء السابعة ولا السادسة ولا الخامسة ولا الرابعة ولا كل السماوات، ولا أحرقت بصبحات وجهها ونورها هذه الكائنات كلها. والله حسنتي والله سبحان الله، ما كان أحرقتها جميعا. إن الله خلق من نور فاطمة، هذا كمثال لأمة يتفضلون بهذا الكلام. لماذا تبتعدون عن الأمة وكلامهم يا ناس يا عالم يا بشر يا شيعة آل بيت محمد؟ هذا الكلام لكم لأنه وهذا على قدر عقولنا. نعم. لم نستوعب أن هي خلقت الجنة من نورها، هذا على قدر عقولنا، ولكن عند الله أعظم وأعظم شأننا، نحن لا نعلم ذلك. بالتأكيد مولانا، خلق الله خلق من نور فاطمة عليه الصلاة والسلام قنديل علقه في العرش، هاي بعد ما اعترضت الملائكة قالوا أظلمت من يفسد فيها، فالله أظلم الدنيا والكون كله أظلم على هذا الكلام الله. بعدين توسلت 7000 سنة بقت الملائكة سلام الله عليهم طبعا يتوسلون إلى الله ويدعون ويصلون ويعبدون الله، إلى أن 7000 سنة بقت على هذه الحالة، إلى أن ما ندري كيف الله تبارك وتعالى سمع هذا كلامهم فخلق هذا من نور فاطمة، خلق قنديل علقه في العرش فأخشى أبصار الملائكة وخرت الملائكة ساجدة. شكرا لله جل وعلا. كيف يمكن للسيدة صلوات الله عليها وسلامه أن تتنزل بحقيقة قديم العز؟ سبحان الله، نزلت بهذا. إذن أول رضا، أول رضا هو النزول من قديم. الآن ما أريد أطول، أجي أقطع من كلامي يعني صراحة. يا مولاي حديثكم نستمتع به والله. الله يسلمك سيدنا ومولانا. يعني قالوا لأمير المؤمنين يعني ما جرى بفاطمة، يعني لماذا أنت يعني كأنه لم تعمل شيء، ويقولوه دائما هؤلاء القوم ها، وحتى شيعة علي بعضهم ربما يقول يعني لولا ودائع أودعت في هذه الناس يعني لقمت بالسيف ولقلبت مشرقها على مغربها. هو يعرف من هي سيدة النساء ويتجرع عليها بهذه الجرأة، لكن الله رسول الله أوصاه يا محمد يا علي وإلى فاطمة كذلك سلام الله عليها وصلواته، قال لها هذا الأذى راح تكونين يدخلون على بيتك وأتصبرين، فقالت أصبر. وعلي يقول باللحظة اللي قال لي رسول الله سوف تمثل العرض يمس يعني بالجرأة هؤلاء الكلاب حاشا المستمعين إنهم يدخلون على بيت فاطمة ويعملون كذا وكذا، أتصبر يا علي؟ جبرائيل كان هو يقول للرسول صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أعيد علي الكلام، قال لا أصبر علي عليه الصلاة والسلام. قام وقعد 3 مرات لهول المصيبة. أحسنت. قال أصبر، فقال جبرائيل عيد علي يا رسول الله، أسمع فعلا؟ هي إن هذا الكلام ليش ما يسمع علي هو، لكن هذا إن حتى يبقى إن. وهنا فاطمة أحسنت عندما رضيت. نعم. رضيت بهذه المشقة التي أنت قلتها وذكرتها. نعم. رضيت على ما يجري وعليها وصبرت بذلك.
وهذا أعظم اختبار اللي كان، هذا الاختبار أعظم اختبار لعلي سلام الله عليه ولزرع عليه السلام، والحمد لله هم أهل لذلك. وهذا اتباعهم لله حقا حقا، هم هؤلاء الذين اتبعوا الله حقا حقا، هم أهل الله، هم بيت الله جل وعلا. تأكيد. فالإمام علي عليه السلام يقول والله صعقت عندما جبرائيل عاد الكلام وعاد عليه رسول، صعقت يعني وقع أمير المؤمنين يعني أخشى عليه. وويله، سلام الله عليك. سبحان الله. فكيف يتجرؤون على فاطمة يعني الإمام؟ فقال له أصبر يا رسول الله، إذا هذا من عندك، من عند الله ومن عندك، فأنا صابر صلوات الله عليه أجمعين. فكيف تتحمل يعني صبر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أن أبا بكر لعن الله وعمر وعائشة لعنهم الله، ها يدخلون على بيت فاطمة ويعملون هذه الجرعة؟ أنا أريد أسأل الناس يعني هل هؤلاء هم فعلا صحابة؟ يعني عائشة لو كانت فعلا امرأة النبي، اسمعوا يا ناس يا عالم، لو كانت فعلا امرأة شريفة قصدي بالشرف الذي انها هي متبعة رسول الله حقا حقا متبعة الله تبارك تعالى، هي ما تقدر تمنع ابيها وتمنع عمر ان يدخلوا على بيت فاطمة؟ وسيدنا الجليل قلت هذا الحديث الذي تكلمت به عائشة عن فاطمة الزهراء، ومن هي فاطمة وتعرف حقيقة فاطمة؟ لعنها الله ولعن ابيها وصاحبها عمر ولعن الاتباع. سبحان الله، ما يعرفون هذا الشيء؟ لماذا لم تمنع عائشة؟ اسمعوا يا ناس، يا بكرية يا عمرية يا مخالفين يا شيعة آل محمد، سامحني والله سيدنا، يعني هذا أنا قلبي يعني قبل حتى قبل ما أدخل عليكم بالاتصال والله قلبي يفور والله الكريم ويقصر دما قسما بالله العلي العظيم. هنيئا لكم يا والله، هنيئا لكم. على المظالم لما استودع؟ يقولها أمير استودع في أصلاب الرجال، وإلا لو رفعت خمارها كما قال سلمان رضوان الله عليه عندما جاءت إلى المسجد وخطبت، ها يقول لو رفع كما أرادت أن ترفع الحجاب، أني رأيت يقول جدران حيطان المسجد ترتفع قبل الله أن ترفع الخمار. الله أكبر. سبحان الله. فالأمير المؤمنين منتبه هذا على هذا، إذن يقول والله يعني الصبر التحمل النوائب هي لأجل ولولا أقوام يا سلمان، يقول قل لفاطمة إن أباك بعث رحمة للعالمين. الله، إذا رفعت الخمار الدنيا راح تتفجر يعني ما تبقى أرض بعد. الله أكبر، الحمد لله يا زهرة. وهي تدرك هذه الحقيقة سيدنا، هي مو بعيدة عن هذا. حسنت. وأنا يقول أمد ولولا أني وجدت في أصلابهم ودائع مستودعة من المؤمنين لقمت عليهم بالسيف، ولكن رحمتها لهؤلاء المؤمنين الذين هم في الأصلاب، كما حدث في فتح مكة كذلك. الله حسنت. يقول وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني ذول يعني يستاهلون الأذى. والهدى معكوفا إن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. الله، حسنت، ما شاء الله. إذن أول رضا هو النزول من قديم العز، هذا من قديم العز، يعني أول رضا أن يلبس اللباس البشرية، كنا أنوارا حول العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة كما على معرفتها دارت القرون الأولى. الحديث الآخر لم تتم نبوة نبي، الإمام الصادق يقول سلام الله، لم تتم نبوة نبي في الأظل حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة، وعلى معرفتها يقول الإمام سلام الله عليه دارت القرون الأولى الله. ولذلك يقول موسى عليه السلام عجلت إليك ربي لترضى بما فاطمة، يعني هي فاطمة ترضى، الآن عملت مع قومي العمل اللي ترضى به فاطمة، وإلا الله يعني الله هو ما يشوف يعني تبارك وتعالى. سنت. الله هل هو بشر يذهب إلى موسى يذهب إليه حتى سنت. يقول عجلت إليك ربي لترضى؟ فهو سنت. عن الأئمة يقولون سلام الله على مجمعين إن الرضا الذي أراد أن يحصل عليه موسى هو رضا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم. سيدنا المبارك إن شاء الله جزاكم الله خير وحفظكم ورعاكم، والسلام على الإخوة جميعا. عليكم السلام. في شكرا دكتورنا الجليل، أحسنتم. سامحنا على الإطالة والله. لا والله بركة، جزاك الله خير جزاء. الله يوفقكم إن شاء الله لكل خير، أحسنتم كثيرا. انظروا أيها الناس واعلموا من هي فاطمة صلى الله وسلامه عليه. ها نذكر لكم الحقائق والمقامات، وهذا الدكتور تفضل وذكر لكم من هي فاطمة صلى الله عليه وسلم، وفي كل حلقة يذكر لكم ما هو جديد
عن الزهراء عليه السلام. فعليكم أن ترحموا أنفسكم لتسعدوا بحب فاطمة والبراءة من أعداء صلى الله عليه وسلم.